بسم الله الرحمن الرحيم. هسه نبلش شرح البعض. بقول لي example the figure shown pump blood for lifting water from sump. هاي الووتر سامب. It's required to pump 60 لتر كل سكند throw على 0.1 متر ديميتر بايب from the sump to a point 10 متر above. Determine the head required. Also determine the pressure inlet pressure intensities at. تمام، شو حاكي لي بالسؤال؟ السؤال حاكي لي انه عندي النقطة واحد هي خزان، نقطة اثنين هي فتحة. بدي احسب قيمة الهيد، مش الهيد لوس طبعا، قيمة الهيد يعني البي على جاما زائد زد زائد في وان تربيع 2 جي، او بشكل عام طالب احسب قيمة هيد للبمب بدي اضخه لفوق. يعني بشكل عام انا بدي احسب الهيد بمب، بدي احسب كمان الضغط عند نقطة اسمها ال. طيب لما اجي انا احل هيك اسئلة، انا بدي احل اول شيء طالب مني الهيد بومب. هسا عشان انا لما اطبق معادلة الانرجي اطلع معي الاتش بومب سؤال مش صفر، لازم النقطتين اطبق بينهم معادلة الانرجي يكون بيناتهم بومب. يعني اضرب لك مثال بسيط، يعني انا هسا لو اخذت بين النقطة واحد والنقطة اثنين طلع في بين النقطتين بومب، قول لي هاي النقطة واحد وهي النقطة اثنين في بامب هون، فبالتالي اتش بامب بعتبره صفر. لكن لو اخذت مثلا بين النقطة واحد والنقطة ال، والنقطة واحد والنقطة ال فيش بينهم بامب، الاتش بامب بيكون صفر. لو اخذت بين النقطة واحد والنقطة ام، احكي والله انه في بين النقطة ام والنقطة واحد في بامب. لو اخذت بين الام والال برضه في بامب، بعتبر بامب. لو اخذت بين الاثنين والام ما في بامب، فما في بامب. هيك بشتغل لما انا اطبق معادله الانرجي، بشوف هل في بيناتهم بامب ولا لا. طيب السؤال اعطاني ديميتر واعطاني كيو، فالفي طلعتها خلص، ما تسال انت صورتي بشابتر 7، في بتساوي كيو على الاريا، كيو 60 لتر 60 على 1000 الاريا باي 4 في الديميتر تربيع، معطيني الديميتر محول جاهز بالمتر 0.1 تربيع، طلع قيمة الفيلوسيتي. يلا أول فرع طلب مني الهيد بامب، وطبعا هذا الأنبوب متساوي، بالتالي الفي واحد نفس في اثنين نفس الأنبوب، ما قال لي إنه يونيفورم بتغير، يعني ما قال إنه نون يونيفورم. طبق معادلة الإنرجي بين النقطة واحد واثنين، بي واحد صفر وبي اثنين صفر، ليش؟ هذا خزان وهاي فتحة، بي واحد صفر في اثنين معي، في اثنين معي، طلع من كيو على إيريا. بي واحد في واحد صفر في اثنين معي، شو بضل عندي؟ عندي اتش بامب زدات، بدي اعتبر الزد هون صفر، تمام؟ سطح المي بدي اعتبر الزد هون تساوي صفر، وهون الزد كم؟ تقول لي هاي زيد أربعة من هون لهون أربعة، من هون لهون عشرة، هاي أربعة ستة، كم الزد؟ بتساوي عشرة، أصلا هو حكالي سب على نقطة بترتفع 10 متر فوق الخزان. يلا بي واحد على جاما صفر، زد واحد صفر، بي واحد صفر، ايش عندي هسه بالسؤال؟ عندي بين النقطة واحد واثنين بامب، بحكي زائد اتش بامب تساوي بي اثنين فتحة صفر، زد اثنين عشرة، بي اثنين طلعتها من الكيو على الاريا، بي تربيع اثنين جي، لا في هيد لوس، المفروض فيه هيد لوس، بس جيب لي بالسؤال انه فيه هيد لوس اللي يحسبه اللي شيء هسه بشابتر، لو بشابتر 10 بقول لك بدك تحسب هيد لوس غصب عنك. هذا السؤال لسه احنا بشابتر 7، ولو اجاك في الامتحان ممكن يقول لي ايش ما تجيب لي سيره هيد لوس، فما في عندي هيد لوس فبكون زائد صفر، وما عندي توربين فزائد صفر، فبالتالي اتش بامب يساوي 10 زائد في تربيع 2 جي، فهيك بطلع انا قيمه الهيد بامب. هيو في 1 كيو على اريا، هاي الكيو هاي الاريا، بالتالي صفر زائد هيد بامب يساوي صفر زائد عشرة زائد في تربيع 2 جي، طلعت قيمة الاتش بامب 12.97. هسه الفرق الثاني بيقول لي اوجد البرشر عند النقطة ال، طبعا ما بطبق مثلا برنولي بين واحد واثنين، مش برنولي انرجي، او بطبقها مثلا بين ال واثنين، خلينا نطبقها بين ال والواحد. شو بحكي؟ بي واحد صفر، الفي واحد صفر، واي صفر، وانا ما عندي اصلا ايش، ما عندي بامب النقطة ال والنقطة واحد، ما في عندي بامب، فبالتالي في عندي يعني تساوي بي 2، هو طالب بي 2 او بي ال، يعني بي ال على جاما زد، وقديش المسافة بين واحد ال 4، الفي نفس اللي انا حسبتها، قديش حسبتها
4.64 على 2G زائد هيدلوس، ما جاب لي سيرت هيدلوس فصفر، فبطلع والقامة كم؟ 9810 قيمة الضغط عند النقطة، بيطلع معي 68.4. طبعا بيطلع سالب، المفروض يطلع سالب بس انا ناسي احط شكلي، ايه بيطلع سالب اجباري يطلع سالب. تمام. السؤال اللي بعده: pump draws a water from reservoir A and lifts its higher reservoir. يعني انا بدي انقل من خزان A خزان B مسافة بينهم 50 متر، عشان تعرف انه انا وظيفة البمب انه يرفع لي الهيد. البمب وظيفته يطلع لي انه زي الماتور يرفع لي من الطابق الارضي للسطح. بيقول لي اذا الهيد لوس من النقطة A للبمب هو 4 في تربيع 2 جي، والهيد لوس من النقطة B للبمب هي 7 في تربيع 2 جي. وبقول لي بيقول لي compute the pressure head at the pump pressure head the pump deliver pressure head at the inlet. بيقول لي اذا pressure head at the inlet of the pump يساوي سالب 6 متر. تمام. شو قال لي؟ اللي بده قيمة البامب هيد، البرشر هيد بامب قصده البامب هيد اتش بي. والفرق الثاني، مش الفرق الثاني، قال لي اذا معك موت برشر هيد اند انلت اوف ذا بامب، انا هيك هيك المية بتنتقل من هون لهون، هيك المية بتنتقل. تمام. بالتالي شو بصير عندي؟ بصير عندي كل عند مدخل البامب، كل اذا البرشر هيد بيساوي سالب 6، يعني بي على جاما يساوي سالب 6. تمام. شو بسوي؟ شو بسوي عشان احل؟ طبق معادلة الانرجي من النقطة A نقطة B مثلا، هي عشان احسب الهيد بامب. يلا نقطة A قل لي B1 أو صفر BA، خلينا نسميها نخزان VA أو صفر لأنه خزان. تمام. BB أو صفر لأنه خزان، و VB تساوي صفر لأنه خزان. ظل عندي في بناته بامب، عندي بامب اتش بامب بدي احسبه، عندي توربين لا اتش تي بتساوي صفر، عندي هيد لوس عندي هيد لوس. كم الهيد لوس؟ هسه انا بعرف من A للبامب 4 في تربيع 2 جي، ومن البامب ل B 7 في تربيع 2 جي، بالتالي كم الهيد لوس من ال A لل B؟ 11 في تربيع على 2 جي. تمام. في من وين بجيبها؟ انا مشكلتي هون انه انا الفي مش معي، انا الفي مش معي، الزدات معي ترى. زد واحد بتساوي 4، زد اثنين بتساوي 54. طب كيف حسبتهم هذول؟ كيف حسبتهم هذول؟ فرضت المرجع عندي هون. تمام. كل المسافة لسطح الخزان الأول 4، المسافة لسطح الخزان الثاني بتزيد 50، يعني هاي 50 4 54. أو شو بحكي؟ شو بحكي؟ بحكي والله فرق الارتفاع من الأربعة من وين لوين؟ لا خليني أقول لك إياها، هاي الأربعة من هون الأوريجن عندي، الأوريجن عندي. تمام. لهاي المسافة 4، المسافة 50، فبالتالي 54. تمام. أو بقدر أحكي عادي باخذ سطح الخزان هون بعتبر هاي صفر ذيك 50. دائما أنا بهمني مش الزد 1 والزد 2، أنا بهمني الدلتا زد، بهمني إنه الدلتا زد 50، بهمني إنه الدلتا زد 50. المهم أنا أخذت الأوريجن هون المسافة 4 وهذيك 50، فبالتالي شو أنا المجهيل عندي فعليا؟ مجهول عندي الـ HB velocity، بالتالي ما بقدر أحل السؤال بحيث أبلش من A ل B. خلي المعطيات بعمل. السؤال أعطاني البرشر هيد هون، البرشر هيد هون يساوي سالب 6. ممتاز، ممتاز جدا. طبق معادلة الانرجي من هون هون، يلا دولة زي ما هم صفار هاي 4. شو عندي هاي؟ بسمي النقطة هاي L، اي L على جاما اعطاني اياها كاملة سالب 6 البرشر هيد. الفي ال، في ال سيبها اياها مجهولة. هيدلوس كم؟ 4 في تربيع ال 2 جي. زد، زد هون صفر، زد هون 4، زد ال تساوي صفر. بالتالي كم مجهول عندي؟ بقول بس السرعة، بحسب السرعة، من السرعة اللي بتطلع معي بحسب بعوضها هون بطلع قيمة. يلا خلينا نشوف السؤال. أول إشي السؤال معطيني الهيدلوس بين النقطة A للبامب ومن البامب للهاي، يعني البرشر هيد بيساوي سالب 6 للنقطة 2، بطبق الانرجي بين A و B عشان أوجد H بامب، لكن قبل هيك أوجد A وقبل البامب عشان أوجد السرعة، فين السرعة مش معي. شو بحكي؟ 0 زائد 4 لأنها زد 1 4، خليني قبل ما أمسح، هي زد 1 4. تمام.
بتساوي B2 على جاما، B2 سالب 6، V مجهولة، هيد لوس 4 في تربيع 2 جي. حكينا من هون لهون هيد لوس 4 في تربيع 2 جي، هون لهون 11 في تربيع 2 جي، بطلع قيمة السرعة. بحصل المعادلة الثانية بقول زد 1 4 وزد 54 زي ما حكيت، الاتش بامب بتظهر معي لاني انا ماخذ بين الاي ماخذ بين البي. هاي السرعة في تربيع 2 جي، هاي مش 10 هاي 11، هاي هون كاتب 10 هي 11، ايش اللي هي من هون هون دي هون 7 دي هون 4، 7 زائد 4 11، هاي 11 مش 10. بطلع قيمة الاتش. تمام، قبل ما ننتقل لاخر موضوع ناخذ الموضوع هذا، بقول لي الباور دائما لما تشوف كلمة باور، ودائما لما يكون عندي انا انرجي بكون عندي باور. الباور عبارة عن جاما كيو في اتش، لاحظ جاما كيو في اتش، وانا اذا خليت الجاما رو في جي باي كيو في اتش، اعرف انه انا رو في كيو يعطيني ام دوت بقول ايش دي، فيا انا بكون عندي ام دوت في جي في اتش او رو وجاما في كيو في اتش. عندي شيء اسمه الافيشنسي، الافيشنسي هي الباور اوتبوت على الباور انبوت. تمام، خلينا ناخذ مثال انا هاي الباور اوتبوت للبامب، الباور انبوت للتوربين. يعني انا هاي بقدر اضيف قانون ثاني، هاي بامب للبامب بشكل عام، التوربين ناخذ مثال على التوربين يساوي جاما كيو اتش، بس ايش توربين بتكون انبوت، التوربين انبوت والبامب اوت قانونها. تمام، بايب 50 سنتيمتر ديميتر، هذا البايب كله 50 سنتيمتر ديميتر، الريت تبعه نص متر تكعب لكل سكند يعني هيك كيو. بامب از يوز موف ا ووتر فروم ذا اليفيشن 30 زد 1 30 40 يعني زد 40، برشر ات سكشن 1 70 جاج كيلو باسكال جاج، برشر ان سكشن 2 350 جاج. باور وات از ذا باور ان كيلو واتس اند هورس باور، يعني بده قيمه الباور بوحدتين، بوحده اسمها كيلو وات وحده هورس باور. ماست بي سبلايد اسيوم ذا هيد لوس بتساوي 3، اعطاني قيمه الهيد لوس جاهزه وقال لي اذا الالفا 1 والالفا 2 بتساوي 1. تمام، لاحظ انه السؤال جدا 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 سهل. في واحد معي، زد معي، الجاما معي، والبي والزد معي، والبي 2 معي، الهيد لوس اصلا معك 3، شو المجهول عندك؟ ما عندك مجهول غير الاتش بامب، لانه انا ماخذ بين النقطه 1 و2 في بامب بيناتهم. يلا ما بدك تقول شيء، كل ما طلعت على الرسمه جاهزه. في واحد على جاما الزد 1 وهي الفي 1 تربيع 2 جي، لاحظ ما وجدت الفي، ليش؟ اعطاني بالسؤال اول شيء ديميتر، كانه اعطاني لا اعطاني ديميتر اصلا، اعطاني يونيفورم ديميتر، يعني في 1 كيف هذا الحد؟ هذا الحد راح يطير مع هذا، لو ما طار بتحسبه ليش؟ وكيو على اريا مختلفين عليها، الفا في 1 تربيع 2 جي زائد اتش بوم بتساوي البي 2 على جاما، هاي الزد 2 وهاي الالفا في توربين وهاي الهيد لوس، وانا ما عندي توربين فاخذت صفر، ما بتطلع قيمة الـ H1 بـ 41.542. ليش هو طلب مني؟ طلب مني الباور أوتبوت. أنا شو عملت؟ طلعت الـ H1. تمام؟ إذا بدي أي باور بالحياة بغض النظر شو هي، جاما في Q في H، إذا بدي لتوربين بأخذ H توربين، إذا بدي لبمب بأخذ H بمب، إذا بدي لهيدلوس بأخذ لهيدلوس، إذا بدي أخذ لمحمد بأخذ H محمد، إذا بدي لخالد بأخذ H خالد، هيك. فبالتالي ايش بده؟ بده البامب، فباخذ جاما في كيو في اتش بامب، جاما 3310 كيو اعطاني اياها نص، ممكن الكيو اجيبها من الفيلوسيتي في حال ما كانت معي في في، الاتش بامب انا طلعته 41، طلعت معي هاي وحدتها بالوات، اذا بقسمها على 1000 بتصير بالكيلو وات، اذا بدي اياها بالهورس باور هاي بالكيلو وات، اذا بدي اياها بالهورس باور بقسمها بون 746، يعني عشان احول من كيلو وات لا هورس باور اقسم على 0.746، احفظها لازم تحفظها، هاي لازم تحفظها بس، بطلع معي الناتج هذا. علينا كانوا سؤالين، ظل علينا سؤالين خلينا نحلهم. نعم، هذا السؤال the maximum rate of power generation a small hydroelectric power plant takes a discharge of 14.1 تكيب لكل سكند، يعني هاي الكيو elevation drop 61، يعني elevation هون عندي 0 elevation هون عندي 61. headless throw intakes and stock and out it works 1.5، معطوني قيمة headless 1.5 ثابتة.
combined efficiency of the turbine and electrical generator is 87%. معطيني الافشنسي. What is the rate of power generation؟ تمام. طب أول شيء هذا خزان وهذا خزان، فبالتالي بي واحد وفي واحد وبي تو في تو صفار، زد واحد 61، زد تو صفر، الهيدلوس 1.5. شو ظل عندي؟ ظل عندي توربين. طبق معادلة الانرجي إكويشن، زد واحد زائد بي واحد على جاما زائد في واحد زائد اتش توربين بتساوي صفر. صفر 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 زائد اتش توربين زائد هيدلوس، يطلع معي 59.5. هاي الاتش توربين بدي الباور، باور هي جاما كيو في اتش، شلون التوربين بكون انبوت، باور انبوت هي الباور اللي فايته هي جاما في كيو في اتش، جاما 3310 كيو 14.1، وانا بحسب التوربين فالاتش توربين 59.5، بتطلع معي 8230 كيلو وات. اذا بدي الافشنسي، الافشنسي او بدي الباور اوتبوت، لو بدي الباور اوتبوت شو بحكي معي؟ الافشنسي 87، بقول 87% يعني 0.87 تساوي الباور اوتبوت على باور انبوت، وطلع قيمة الباور انبوت بالكيلو وات كذا ميجا باور وات، يعني قسمت كمان 1000 تساوي 7.6. دي هذا السؤال. بامب شون ان ذا فيجر ادز 10 هورس باور، اعطيني 10 هورس باور. ايش هاي؟ هاي باور، وحدة الهورس باور لازم احولها from the lower lake to upper lake، يعني من بحيرة صغيرة لبحيرة كبيرة. دائما لازم تعرف طلع من فوق من تحت لفوق، توربين من فوق لتحت. elevation difference هو 30 بين الخزانات، ومعطيني الهيدلوس 15 فيت، كونه بالفيت فبيشتغل بالفيت، يعني انا ما راح اقسم 0.746 لانه انا ما بشتغل بالفيت. تمام، حل قول له 1.0 وفي 1.0 1.0 وبي وفي 1.0. هسه هون الفي البي الزد 1.0 زد 30، ها هون اصفار في بامب بيناتهم، فبالتالي بحط اتش بامب 0 زائد 30 زائد 0 زائد 0 زائد 0 زائد 15. شو 15؟ هاي اللي هي الهيدلوس، فبطلع الاتش بامب. فالباور انبوت او الباور بشكل عام بتسمي لي شيء انبوت، الباور بشكل عام جاما كيو في اتش بي جاما، والعشرة في 550، العشرة هاي هي الباور، 550 للتحويل عشان احولها من هورس باور وحدة الباور بالنظام الثاني، النظام ثاني نظام الفيت ما لها وحدة زي الوات ما الوات، لان العشرة ضربها ب 550 للتحويل، بالتالي الجاما 60.4 في كيو في اتش، اتش مين باخذ؟ باخذ اتش بامب، كيو بدي اياها حسبت كيو. بس اذا بدي الباور لوس، شو الباور لوس؟ زي الباور ناتج عن الهيد لوس، يعني بحكي جاما كيو اتش لوس، كم الاتش لوس؟ 15، وكم الكيو؟ طلعتها، وكم الجاما؟ 62.4. بدي احولها على الهورس باور اقسمها 550، اقسمها 550 تساوي 3.3. يعني ملخص بدي احول كيلو وات اتش بي اقسم على 0.746 عشان احول من نظام الفيت، مش عارف شو وحدة الباور تبعتها، ل اتش بي اقسم 550، عشان احول من اتش بي لنظام الفيت بضرب ب 550، عشان هيك كانت هورس باور بدي احولها لنظام هذاك ضربت ب 550. تمام، لما بدي احولها ل اتش بي قسمتها 550. باور لوس سمعي، طبعا هم ما طلب السؤال عن باور لوس بس انا بقول لك من عندي. الشابتر شبه انتهى، ظل علينا الرسمات، هذا فيديو لحال ان شاء الله، يعطيكم الف حب.